مرحبا بكم. راح نستعرض انا عرض مفصل حول نشاطات القطاع الجمهورية والمعنية والصعيد، والحمد لله هذا النشاط اللي موجود فيه. أنا فرحان. عشو ماك تبغيني؟ هيا صيد معاك براسك. عزوز. سننطلق خلال السنة إن شاء الله بعد ما يتم تحضير الدعوة لإحصاء العام للفلاح. راح نسكن الشباب، راح نسكن كل ثروة في عندنا، وراح تكون يعني الخريطة الحقيقية للميدان موجود في الميدان. الأسبوع الجاي إن شاء الله كوميتي ناسيونال في اللجنة الوطنية الجوة تاع تشتغل، وممكن حدد حتى يعني التاريخ تاع الإحصاء. إذا تحضرت دعوة ماشي في ظروف جيدة يعني حسنة، وسننجز إن شاء الله خلال السنة. كان تحدي كبير، تحدي كبير كان المخطوطة البيطارية أكثر من الإداريين، وتم يعني اقتناء تاع كل يعني الفاكسا جبنا، وانطلقنا في العملية كعمل استباقي يعني كعمل يعني وقائي. وكنا تعاهدنا باش نكمل هذا العمل في شهر، وكملنا في شهر، كملنا في شهر، ودوكا تم فتح الأسواق. يعني خلينا الولاد هما يعني يقيموا شوفوا إذا كان ظروفه كل يعني الهيئة اللي فتح الأسواق، وكان عاد الأسواق اللي تفتحت. ولكن هذا لازم نرجح هذا العمل جبار يعني تجنيد الكرم البيطريين وكل التقنيين تاع الصحة الحيوانية. يعني بلا هذو ما كناش نجحوا. ولكن قديم حذير يعني نقولوا اوني با لا بري دو سوربريز، دونك نقولوا العمليه نجحت الحمد لله. ونذكر اللي بلي هذا القرار هو قرار السيد رئيس الجمهوريه اللي وضع برنامج بمبلغ هام، هو انجاز 350 مركز جواري للتخزين، موزع تقريبا على 52 ولايه، وبناء يعني دي سيلو 30 وحده، كل هذا تهز مليون قنطار. حاليًا بما يخص المراكز يعني الجوارية للتخزين توزعت على الولايات حتى الأموال يعني توضعت على الولايات، ورغم اللمسات الأخيرة اللي أعلن عن المناقشات الوطنية واختيار المؤسسات وتنطلق إن شاء الله. بالعباس تمتت 10 بعشرة منهم يعطيهم تقريبا 50,000 طن للتخزين، زيت يعني على السيلو يرفد مليون قنطار. هذا البرنامج كله راح يتحقق ينطلق ميدانيًا انطلاق من مارس ان شاء الله للمراكز التخزين، وقبل نهايه السداسي الاول بما يخص الوحدات الكبار اللي هزوا مليون قنطار. اذا العمليه تسير في ظروف مقبوله معقوله.